التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. هيدا كتاب صار عمره 40 سنة ولا زال يطبع كل سنتين مرة. مئات آلاف القراء العرب قرأوه، وكل قارئ بيلاقي حاله فيه لأنه القهر لا زال شغال. نستكمل المسيرة الفكرية. المسيرة الفكرية بدأت بالإنسان لوحده، إنسان الشباب إلى آخره وأطلق طاقاتهم، بعدين تحولت من الفرد المقهور أو الشباب وجيل الشباب إلى المجتمعات تبعتنا، وبالتالي أصدرت كتاب العصبيات وآفاتها، هدر الأوطان واستلاب الإنسان، لأن العصبيات لا تعترف بأوطان. في هذه الموضوعات وسواها بحث الدكتور مصطفى حجازي للكشف عن أحوال النفس البشرية وتأرجحاتها نتيجة لعوامل وظروف تؤدي أحيانا إلى خلل أو عطب يجعل من هذا الفرد أو تلك الجماعة في حالة مضطربة غير سوية، تصل أحيانا إلى ارتكابات خطرة يتمثل بعضها في ظواهر العنف واستعراضه، وفي ظواهر القتل والإبادة. وهذا كثيرا ما بحث وحلل في المستويات السياسية والإيديولوجية والاجتماعية. ولكن السؤال، ماذا يحدث للنفس التي تذهب إلى هذا الفعل، إلى قتل نفس أخرى؟ كيف تكونت هذه الحالة؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يقتل إنسانا آخر لم يسبب له أذية مباشرة أو حتى غير مباشرة؟ هذه الحالة حالة مقصود منا ترويع الآخر، ترويع الآخرين. هذا تحليل سياسي لترويع الآخر، ولكن أنا أسأل على البعد النفسي. إذا بدك تحكي عن الإبادة الجماعية بين الجماعات، مثلا الجماعات الإسلامية كل ما عداها كفر، والكفر يجب أن يطهر. هذا على المستوى الإيديولوجي. نعم، على المستوى الإيديولوجي، ما هو بصير عنده انشطار نفسي، بصير عنده ظاهرة نفسية، انشطار معرفي انفعالي، اللي هو على حقيقة صح والآخر على خطأ. والآخر على خطأ، ومش بس على خطأ، الآخر هو رمز الشر. نحن نسقط كل زبالتنا، كل قمامتنا على الآخر، ونتطهر ونصبح المثاليين. الجماعة الإسلامية أو العصبية التي تمثل ذاتها تصبح مثالية مطهرة، وتصب كل مخازيها اللي سميتها أنا القمامة الذاتية على الآخرين، والآخرين يؤسطروا، بصير في عملية أسطرة للآخر، صارت أسطورة الشر، أسطورة السوء، وبالتالي أصبح من الواجب النبيل القضاء عليها وتطهير الأرض منها. نأخذ مثلاً مثل فلسطين والعدوان الصهيوني على الفلسطيني، إنه الفلسطيني إرهابي ويجب أن نطهر الأرض منه، والفلسطيني هو الجويم، الجويم اللا إنسان، وبالتالي هذا اللا إنسان. تحكي على الفكر التوراتي يعني. الفكر التوراتي. ما هو هيدا كمان بعلم النفس. القتل على الهوية. القتل على الهوية شو هو؟ واحد مجرد أنه خلق من هذا الفريق أو ذاك يقتل. لا يقتل لأنه صار فيه انشطار معرفي انفعالي، سحبت منه إنسانيته، وحمل كل المخازي والشرور والآثام، وصار من الواجب النبيل القضاء عليه لحفظ كيان الجماعة المهددة منها الشرور هاي. نعم. القتل. نعم.
القتل على الهوية أو القتل في الحروب الأهلية أو القتل في التصفيات. هذه إذا بدك من علم النفس الاجتماعي، هذه مجرد عصبيات، عصبيات تلغي الآخر وتنفي الآخر. والعصبية حسب ابن خلدون شغلتها الغنم والتسيد، وزعيم العصبية يحمي الحماية والغنيمة مقابل الولاء والاستماتة. نعم نعم. خليني أسأل، أذهب إلى منطقة أخرى في هذا اللقاء. هي منطقة تتعلق بالناس الذين يذهبون إلى التعبير في الكتابة أو في الرسم أو في الموسيقى أو في يقال إنه هودي ناس مش عاديين، يعني إنه ما أكيد مش عاديين، يعني إنه بيتهوفن مش عادي ولا موزار، يعني كان عمره 7 سنين كان يعني مش عاديين. كيف فينا نفسره مش عادي؟ يعني هو عنده حالة مرضية معينة؟ إنه الكاتب لا مش حالة مرضية. شو هي؟ هلأ هاي طاقات إبداعية، هيدي طاقات إبداعية. وبنظرية الذكاءات المتعددة، في نظرية ذكاءات متعددة طلعت أخيرا بجامعة هارفارد، في عدة ذكاءات، في منا الذكاء اللغوي، هول اللي بيشتغلوا أدب وشعر وكذا، في الذكاء الجسدي المكاني مثل أبطال كرة القدم، كرة القدم ميسي ورونالدو و و و إلى آخره، وفيفي عبده معاهم كمان، يعني يلي هني بذكاء فطري هيك شوية تمرين، الواحد منهم بيقبض أكثر من أساتذة جامعة بأكملها شهريته. في 8 ذكاءات، في الذكاء اللغوي، الذكاء المنطق الرياضي، حلو، الذكاء الذكاء المكاني، الذكاء المكاني تبع الجغرافيين والرحالي والفلكيين والرحالي والمهندسين المعماريين، جميل، والمهندسين المدنيين، والذكاء الاجتماعي، الذكاء الاجتماعي يلي عنده قدرات انه يقيم علاقات انه تايم مع مين مكان. وفي الذكاء السياسي النفسي الانفعالي العاطفي يلي عنده تبصر في النفس البشرية. هذا انت يعني اصلا كل الادباء والفلاسفة مثل دوستويفسكي ونيتشه وكذا عنده التبصر بالذات الانسانية. كل الذين بحثوا وتبصروا بالذات الإنسانية، دوستويفسكي نموذج بارز، الأخوة كارامازوف تبعه، وكل أعماله عنده بصيرة نفسية هائلة أكثر من علماء النفس اللي بكرروا نظريات. هني الأدباء هني أنصاف علماء النفس. أيوة. لأنه بيشتغلوا مع شخصيات افتراضية، لأنه عندهم ذكاء عاطفي انفعالي يدخلون في النفس البشرية وأحوالها. طيب العشاق اللي هن دائما عندهم ميل للحب، الذين يقعون في الحب غالبا، هذا النوع من الذكاء أم من المرض؟ لا مش مرض، ذكاء، هذا طبيعي، لأنه الذات هي بحاجة دائما إلى ما يكملها. الذات أو الأنا التي تبحث عما يكملها عن آخر. إذن هي مجموعة من الذكاءات البشرية تميز الأفراد بعضهم عن بعض، كما صنفها دكتور حجازي وعدد أنواع تلك التي نسميها مواهب. ولعل أهمها هي تلك التبصرات لدى المبدعين الذين يتمتعون برؤية نافذة للإنسان والحياة والوجود. أما في تحليله عن الهوس الكروي فيقول تقع هذه في باب سيكولوجية الإلهاء. أما عن جماهير الكرة فهم في الغالب يراهنون على انتصارات افتراضية بديلا عن الهزائم والنكبات التي يعيشونها في الواقع.
وكما هو معروف إن مجتمعاتنا هي بشكل عام مجتمعات ذكورية، وهناك نظام بطريركي أو أبوي هو الذي يسير شؤون الأسرة، ورب الأسرة بشكل عام هو المرجعية. ولعل الإمرأة في هذا السياق وفي هذه المنظومة هي الأكثر صمتاً وتضرراً نتيجة لتطبيقات هذا النظام، وقد تصبح الأم أحياناً أكثر قسوة على بناتها من بنيها، متمثلة دوراً ليس لها في الأساس. بالطبع هذا النظام لم يعد متماسكاً كما كان سابقاً، وصار للأفراد في البيت الواحد صوت ورأي، ولكن لم تزل مفاعيله القديمة قائمة في الكثير من البلدان والأسر. وهذه المرجعية الأبوية مرجعية سابقة، وهي مرجعية عصبية، لأنه بالعصبية في بطريرك واحد له القول الفصل بكل شيء. أجدادنا هيك كانوا. والنساء تعون أجدادنا جداتنا وإلى حد ما أمهاتنا بشكل أخف، تمثلوا بعلم النفس بقولوا استافوا، تمثلوا المعايير الأبوية والمرجعية الأبوية، إنه الأولوية للصبيان الذين سيصبحون آباء وأرباب عائلات. الأولوية للصبيان يلي هن أدوات القتال في العصبية، فالأب كان مالك الرزق وأبواب الرزق فإله الأمر، الأم كان إلى دور الأداة، الحفاظ على الأسرة، الإنجاب وإنجاب البنين بالذات. ولذلك بمجتمعاتنا بيقول أم فلان وأبو فلان، ما بقولوش بالغرب، ما بقولوش أم فلان وأبو فلان أبدا، مش موجودة بالغرب. لا مش موجودة. إيه؟ فأدوات. نعم. الرجال أدوات قتال، والنساء أدوات، والنساء أدوات إنجاب، وخصوصا إنجاب مقاتلين. إنجاب تحدث عنها ابن رشد هيدي، إنه إذا هذا العقل الذكوري بقي يتعامل مع المرأة كأداة للإنجاب أو للمتعة هو لم يتقدم أبدا. بالضبط، هذا قبل من قرون قال هذا الكلام. طيب خلينا بالضبط، خلينا نسأل. أنت عندك قول بتقول إنه، أو سؤال دائما تسأله، كتبت فيه أين نحن الآن عالمنا العربي من العالم بشكل عام في زمن الديجيتال، في الزمن الرقمي. في الزمن الرقمي بالذات في عدة أجيال، في جيلنا نحن إلى حد ما على الباب بالرقمي، بيستخدم التكنولوجيا، وسائط التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. في جيل الشباب اللي دخل إلى مدخل الدار، يعني هن الخبراء اللي أصبحوا مرشدين للآباء، أصبحوا مرشدين. أنا أولادي هن اللي بيقولوا لي اعمالك واعمالك واعمالك، صاروا أساتذتك. إيه، صارت المرجعية لإلهم بهذه التقنيات. أنا بعد عندي مرجعية خاصة فيي معنوية وإلى آخره. وفي جيل الأبناء حيوصل، جيل الأحفاد وأبناء الأحفاد يلي حيرضعوا الرقميات مع الحليب، وبالتالي حيصوروا ديجيتال نيتيف، صار إلى اسم، المواليد الرقميين، نيتيف مولود وديجيتال رقمي، مواليد الرقميين حيكونوا ناس مختلفين كليا عنينا. وفي جيل وراء هاي كله السيبورغ، الإنسان المزيج من إنسان بيولوجي وروبوت بدماغه، كمبيوتر وآيفون شرائح بدماغه، ما عادش في عنده أدوات، صار إنسان مختلف كليا، نوع تاني من البشر. وهذا سيحدث، سيحدث يعني خلال فترة 30-40 سنة. مش كتير. نعم مش كتير. نعم مش كتير. وفي عندك الهندسة الوراثية وأخطارها، الأخطار الهائلة، إنه
خلق أجنة حسب الطلب. نعم، هذا من الثمانينات عم يعني مطروح الفكرة. تعديل الجينات بخلق أجنة تحت حسب الطلب. إنه بدنا مهندس، بدنا قاتل، بدنا مستبد، بدنا طبيب. في أكثر من يعني فينا نقول إنه وسائل الاتصال أو الحداثات بهذا المنحى ما بعد الحداثة، هاي ما بعد الحداثة أو الحداثات القادمة أو ما بعد الحداثة، هذه يعني ستدمر الصيغة الإنسانية المتعارف عليها، يعني الذي يبقى منها هو الآن، يعني هذه اللقاء الإنساني بين اثنين. أيوة. ستدمر طبيعة العلاقات بين البشر. هاي صورتين عن دراستي بالقاهرة بقسم علم النفس، بيوت الشباب، وكنا بالنيل مجموعة من الشباب، معظمهم توفى مش باقي إلا أنا. وهيدا صور طلاب قسم علم النفس، هيدي وهيدي صور بالحمراء، ثلاث صور بقصر الحمراء بالأندلس. هيدا مجموعة علم النفس اللي كناها مع أستاذ، مع أحد أساتذتنا محمد خيري بالوسط. وهيدي صورة تانية مع أستاذ تاني لويس كامل بالوسط. هيدي صورة عن دار المعلمين بأربيل بالعراق، لما رحت درست بالبعثة اللبنانية على العراق. وهيدي صورة للبعثة اللبنانية رحنا زيارة للسليمانية بكردستان كمان. خلينا نعود إليك، نعود إليك. نحن عم نحكي بكل هذه المعرفة اللي أنت أتيت إليها، نحن عم نحاول نستفيد من هذه المعرفة التي أتيت أنت إليها وتعمقت فيها ودرستها. أنت لماذا أتيت إلى علم النفس؟ ومن أين أتيت؟ أيوة، بدنا نشوف شو العيلة. هلأ أنا بدي أشوف، أنا بدي أعمل حكيم نفسي. ما أنتوا الأدباء والإعلاميين حكماء نفس بالضرورة. حتى تقدروا تتعاملوا مع هالفئات المتنوعة مع البشر، عندكم هالكفاءات وهالطاقات، وعندكم ذكاء اجتماعي وذكاء انفعالي عاطفي، إضافة إلى ذكاءاتكم المتعددة. الواحد ما بيكونش عنده ذكاء واحد، ممكن يكون عنده ذكاءات متعددة. صحيح. أو شوي منون شوي منون شوي منون. أنا لشو أتيت إلى علم النفس؟ بالحقيقة نحن تفتح وعينا على ظاهرتين. ظاهرة أولا اغتصاب فلسطين، هذه ظاهرة. لما كنا بالثانوي بالمقاصد، مقاصد صيدا المطل على البحر. نعم. بمدينة صيدا القديمة المقاصد مطل على البحر. البحر. نعم. وتحت مننا رأسا الميناء أو المرفأ تبع المدينة. نعم. كانت تجي القوارب الشراعية أو السفن الشراعية محملة بالفلسطينيين، وتفوت على الميناء على المرفأ المدينة، ويقعدوا بالجوامع والناس تجيب أكل للجوامع. هذا بـ 48. وبعد منا عبد الناصر والقضية العربية وثورة الجزائر بن بلة. عشنا بهالوعي، وعشنا بوعي والأحزاب اللي نشأت بهذيك الفترة، البعث والقوميين العرب والشيوعيين والمنظمين و مختلف هالطيف من الأحزاب اللي كان عندها مشروع قومي نهضوي، إنه ننهض ببلادنا ونحررها من الاستعمار. نعم. تحرير من الاستعمار، تحرير من استعمار من جانب، وبناء مجتمعات من جانب. جيلنا تقريبا معظمهم راحوا درسوا بمصر. عبد الناصر فتح باب الجامعات المصرية للعرب. صحيح. فرحنا درسنا بمصر مجانا. بدنا نغير مجتمعاتنا، نغير إنساننا، نغير. كتير منهم راحوا عملوا علم الاجتماع. يعني أنت رحت تحت وطط هذا كان هالرغبة بأنه إنساننا، وعلمونا شوي بالثانوي عن علم النفس وكذا، أنه نغير إنساننا ونفهم من هو إنساننا وإلى آخره. فهيك توجهت لعلم النفس.
يعني نتيجة رغبة نضالية، نتيجة رغبة شخصية وهم وطني عام. نعم، هم وطني عام. يعني كان عندك مسعى لتغيير العالم. كان عندي وسعى لتغيير للخلاص من بعض الأحمال والأثقال اللي نحن نشأنا في بيئة زراعية. أنا نشأت زراعية أصلاً. الوالد كان عنده جنات ليمون، مزارعين، وكان في صعوبات بعد الحرب العالمية الثانية، كان في قحط وفقر شوي وكذا، فكان في صعوبات حتى نتحرر. درست علم النفس للتحرر الذاتي من ناحية، وتحرير إنساننا وبناء مجتمعاتنا. كان عند الرغبة ببناء مجتمعاتنا، كتار مننا راحوا عملوا علماء اجتماع. صحيح. إيه، فعلماء اجتماع وصراعة و و و إلى آخره. وأنا شخصيا من الأول بدراستي لعلم النفس بجامعة عين شمس، كان في فرع وحيد لعلم النفس وقسم وحيد، كانت دراستنا مميزة لأنه كان عددنا قليل جدا، 20 واحد، وكان أساتذتنا كل مميزين، كل خريجين الغرب، إنجلترا، السوربون، جامعة لندن، جامعة السوربون، جامعات أمريكا، تعليم مميز على 20 شخص. وكنا ندخل ميدانيا من الأول. وبعدين درست بفرنسا لعلاج ورعاية الطفولة غير المتكيف ميدانيا، ومن احتكاكي بالميدان مع الأسر ومع الناس ومع الحالات وأسرة، صرت مهتم بإنساننا، من هو هذا الإنسان. صرت أعرف يعني أنا وعم بشتغل هالنماذج من البشر. هذا اللي خلاني ألف الإنسان المقهور عن الفئات الشعبية اللي كنت أتعامل معايا، والإنسان المهدور، كيف الكفاءات المهدورة وإلى آخره. أخذت هالمنحة هيدا وعممته إلى منحة المجتمع وتنمية المجتمع بكتب الأخيرة. طيب إذا بدك تعمل لي قراءة نفسية اللي أنا قبل ما نختم هذا الحوار هون بثلاث دقائق. بدك عيادة نفسية بتجي لي، بناخد موعد، نقعد بندرس قضاياك وشو بدك. خالص، وفقت بدراسة قضاياك ساعتها باستشارة علمية وكمان مدفوعة الأجر لازم تكون، حتى تكون جدية من جانبك وجدية من جانبي. طبعا طبعا، ممكن نقصتها مشان نعمل كذا جلسة.